طلقنا السدرة كان هدفي العيلي والعشرة حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب جوزنا وهدية الحكاية أما رايحة وأمي جاي طلعت لي قصص الخباية وشي مو محسوب جوزنا وطلقت السدرة كان هدفي العيلي والعشرة أصابيع العشرة مش عليك انت بقلبي جوا وبرا قلبي بالقلب تفهم كلماتي والنظرة بتفهم كلماتي والنظرة بس بالمقلوب جوزتها وطلبت السدرة كان هدف العيلة والعشرة حبيتها من أول نظرة ما رايحة وأمي جاي طلعت لي قصص مخفاي شي محسوس انتي أغلى شي بحياتي يا ما قلتي بس عندي شغلي ورفقاتي يا ما شرحت لي قالت لي تكرم يا حياتي ومن وقت خصوصياتي ما شفت بنوب Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, rahmet Allah. لك أهلين بجميلة الجميلات الأنسة سيما. مرسي مسيو. مسيو عبدالله دراسة الكاس اللي طلبتها حضرتك صارت جاهزة. لك الله يخلي لي ياكي. عن جد هذا اللي بعتني ياكي ونصحني فيكي. مزوي. أبراتيب. المكتوب مبين من عنوانه. تفضلي تفضلي ارتاحي. عيني عيني لليك عيني. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين بالأنسة سيما شرفي شرفي. بصراحة مسيو شغل معك مكسب وأنا هلأ شو مطلوب مني؟ كل شيء بقصد يعني كل شيء بينفع الشغل. أوكي. دخيل عينك بدي منك تجيبي لي هيك شيء اسم كاتب مشان نقينا شيء نص هيك يناسبنا وبدي منك تجيبي لي مجموعة كبيرة هيك من ممثلات الهاويات مشان نقينا شيء بطلة منه. ما تحكي لهم مسيو كل شيء بتطلبه رح يكون جاهز. كل شيء الو اي حبيبي نسيان موبايلك وين طب لحظه لدق لك بركي حدا بيرد علي خليك معي سوري سوري بيبي لحظه اي بيبي موبايلك طلع بالغرفه انت نسيان تاخده معك رد لا ليش بدي رد؟ أنا شو دخلني؟ طيب ماشي الله معك يعني مين رح يدق له؟ وأنا ليش بدي رد؟ رح روح كف الطبخة هلأ مالي فاضية أقبله شي عم
سيو عبد الله، هاي اقتراح الممثلات صار جاهز. وبالنسبه للكتاب، بتحب نحكي مع كتاب الصف الاول ولا الثاني، ولا بتحب نحكي مع كتاب جدد وموهوبين؟ ده يلاينك واحلى في انت خارطة مش منيحة على فكرة. لا هدول الصف الاول ما بريدهم مو منا، هدول عايشين حالهم بعدين شايفين حالهم علينا، وبقول لك نصي وقيمتي الادبيه وما بسمح تغير بالنص وغير بالنص، شو بدنا فيهم؟ وانا فايت انتاج اول مره، يعني بيني وبينك ما بيناسبوني. بعدين كتاب الصف الثاني لو منهم خير ما رماهم الطير، ما كانوا ضلوا بالثاني كانوا صاروا اول. دخيل عينك، بدنا كتاب جداد، هدول بيكونوا هيك شيء براتب، يعني يكونوا موهوبين، بناخذ من عندهم نص، هدول ما كتير بدقوا، عرفتي شلون يعني، وبيهمهم ينشهروا، بدهم حدا ياخذهم شيء نص، وبيني وبينك هدول سعرهم اقل، ايه المهم ينشهروا، يعني من ايدي هي لايدي هي. معناته انا رح بلش اتصالاتي، بتحب يجيبوا معهم شيء؟ لا 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 يعزموا حالهم. الحمد لله. خير الله واجي. لا مو هيك مسيو، يعني حلقات لأعمالهم أو هيك شيء، ملخصات. إيه لا 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 يجيبوا شيء. دخيل عينك، هن يجوا بالأول، أنا بدي أتعرف عليهم هيك وأخذ وأعطي معهم بالحديث. مش عارف تشوف شخصيتهم، بيهمني بالأول بعدين يجيبوا ملخص. مثل ما بتحب مسيو عبد الله، رح بلش اتصالاتي. مين هي شينا؟ شو تعرف بتشوفها؟ رد ولا ما رد؟ صار ضايق كذا مرة، أكيد في شي مهم. ألو؟ أهلاً، مزبوط هاد رقم الأستاذ قصي؟ مين بيريده؟ اهلا وسهلا، بس والله هو هلا مو موجود. لا لا هو بالبلد بس مو موجود هون بالمكتب. بتحبي خبره شيء؟ ايه خلص ولا يهمك، رح خبر الاستاذ قصي يكون على الموعد. الله معك. يس. هي على وشك يا مرور هلة البشاير. شو لازم اعمل؟ تحكي مع قصي يكون جاهز، اهم شيء ما يضيع هي الفرصه من ايده. الو عليه روحي. مين؟ كتير حلو. طيب قالوا لك شو المطلوب؟ طيب هلأ بجهز اللي بدي أخده معي وبجي على البيت، والمسا بروح على الموعد. لك يا عمري ماني نسيان الحلوان تبعك، بس خليها تزبط القصة أول شي. ماشي روح من عيوني، هلأ بجيب لك حلوانك. يا وش السعد علي أنت، أصلا لو ما أنت رديتي على الموبايل يمكن كانت ما زبطت القصة كلها. أوكي يا عمري، باي حبيبتي، باي باي باي. يلي بسمعها بيقول جايبة الدب من ديلو، أساسا لو ما علته لقلبي ما نسيته للجوال. خليني خلص المقالة بسلمها وطالع كم ملخص شوف حالي فيه، إن شاء الله تزبط القصة. مسيو عبد الله صار وقت الانترفيوات والصبايا اللي حكينا معهم جاهزين، فشو بتحب أتصرف؟ أوكي وحدة وحدة. وهي أصلاً بس وين دخيل عينك؟ قليلة لله أنا بحب المزح، بس أنا ما بغلط. أنا قديش ممزح معك رضيت في مرة؟ بتحب فوتن وأنت عم تتغدى؟ إيه هلأ أنا بدي أشوف ردود أفعال البطلي قدام أصناف الطعام الحديدة والكثيرة. وهي شغلة جديدة، مدرسة جديدة في انتقاء البطلات، وخاصة في عمل ضخم مثل هذا اللي أنا راح أسويه. أوكي مثل ما بتحب، بس إمتى بدخل لك أول صبية؟ تمام، بروح على طول. تمام أوكي.
سيو عبد الله. نعتذر منك، تفضلي. هلكتيني، روحي هلكتيني. بيبي بيبي، مثل ما فهمتك، ها شو ما سألك شو ما قلك، شو بيخطر عبالك أفلام مهمة أو مسلسلات إلا أنه أنت عاملة؟ لك حبيبتي، هذا منتج مو بيع بطاطا، يعني بيعرف كل شيء من أول ما نكذب عليه. طيب قل له أنه أنت غير الأعمال المهمة ما بتكتب، احكي يلي بدك يا، المهم أنك تورجيه أنك حدا كتير مهم، شغلة عظيمة، مشان إذا رحت وطلبت أجر عالي يوافق عليه. مو تتفالح وتفكر حالك كاتب لي شي مقالة ولا شي غنية. اوعك بيبي، هاد نص تلفزيوني، ولحنا ما صدقنا إمتى اجتنا هاي الفرصة، اوعك تضيعها. بتعرفي روحي شو عم فكر؟ تقول له أنك كاتب فيلم لهوليود؟ لا، شغلة كبيرة كتير أكثر من هيك. شو هي؟ عفكر ضل انا قاعد بالبيت وحضرة جنابك تروحي بدالي على المقابله، ومنه ما بتضيع الفرصه اللي جبتي لنا اياها، وما بيروح عليك شيء. يا الله منك يا قصي، هلا لحتى حكيت، كيف بدي لحق البس واعمل شعري ومكياجي؟ الله يصلحك. يلا اسمك انت لابس، روح واعمل مثل ما قلت لك بالضبط. ها خلص، فهمت فهمت بيبي. بتتقل حالك وبتطلب اجر كثير عالي، ها، وبس تخلص بتحاكيني. لا لقلك، انت بس وصل لهونيك افتح السبيكر، بدي اسمع كل شيء عم بيصير حكي. اوكي لك شو بدي افتح السبيكر قدام الزلمه؟ بهديني انت، خلص باي. خير حبيبتي، سمعت صفاتكم في شيء؟ لا توبشيني، ما في شيء بنو، بس انا امنت له بيع على مسلسل قصي بشركه كثير مهمه، وعم نبغى شو يعمل، بركي من بعد بقى تعيلي. ألف الحمد لله لك رب، ألف الحمد لله لك يا رب، تشكر الله، إن شاء الله بينباع وبتمشي هالبيعة بإذن الله تعالى، وأنتوا أولاد حلال وبتستاهلوا كل خير، وأنتي بنت أصول، والبنت الأصيلة هي اللي بتوقف مع جوزها. توشي قلبي، بتعرفي إذا ضبطت لك عندي أحلى حلوان بالعالم. ما بدي إلا سلامتكم وتكونوا مناح. توشي تفضلي لعندي تعالي. لا يا حبيبتي، خليني فوت أرتاح ببيتي، يلا بالإذن يا قلبي. مع السلامة. حبيبي شو القصة؟ ما عرفتي ليش عم يتعيطوا؟ لا عرفت حبيبي. ايه؟ عرفت، جارك العزيز شاهدوا بيع على مسلسله بالملايين، وعم يتدخل على مرته كيف بده يحطهم باسمها بالبنك، مو مثلك راتبه قروش وبتخاف عليه. لطيف يا لطيف يا لطيف، شو الدنيا حظوظ حظوظ. ايه والله، ايه والله حظوظ. ايه. مثلك انشحة. شو شلون؟ لا انا انشحة. ايه؟ الله يسامحك، الله يسامحك. ايه تستر علي الحلال، وانا معي مثل ملايين، ما كنت بحواكي من اساسه، ومي امي حط لي لقمه اكل بدي اتعشى ميت من جوعي. لك يخرب بيت قلبك، شو ما فيك دم؟ عم اقول لك ملايين ملايين، اقول لك نفس تتسمم، روح لفس رشة زيت وزعتر وخلصنا بقى، خليني اعرف شو بدي اساوي. روح احيط هايم لف زيت وزعتر. بس بتعرفي حبيبتي، لازم هلا تديري بالك، لانه الامور رح تتغير. كيف يعني؟ لك شو كيف يعني؟ لازم تعرفي قديش قيمة العقد وإمتى رح يقبض وقديش بده يقبض. الرجال ما بتسلم هيك مبلغ. ايه بس قصي ما بيخبي علي شيء، كل شيء بصير معه بيجي بيقول لي اياه فورا. يا حرام يا رولا، يا حرام، شو مسكينة. ذكرتيني على فكرة ببنت خالتي ليلاس. شو قصتها هي كمان؟ هي البنت حبيبتي كانت حالتها مثل حالتك، قام شو؟ ربحت ورقة يا نصيب، قام بعتت جوزها لحتى يجيب لها اياها، قام حبيبتي ما رجع لا هو ولا الجائزة، وبعد يومين اثنين، ها يومين اثنين، بعت له ورقة طلاقة. يعني انا استغفر الله العظيم، ما بقصد انه قصي ممكن يعمل معك هيك، بس حبيبتي الاحتياط واجب، يعني انا يعني كونك رفيقتي من واجبي نبهي. يلا حبيبتي إن شاء الله ألف مبروك والتمام لخير، وبدنا حفلة مطنطنة، ها؟ إيه؟ يلا بخاطرك. يا الله، يا ريتني ما رديت عليها. لكان هيك الرجال، بتركض الوحدة فينا لتأمن لهم مستقبلهم وشغلهم، وبس يشموا ريحة بعضهم شوي بكبونا. أم وسيم! أهلين وسهلين والله أخي قصي، أهلين وسهلين. تحياتي أستاذ، تحياتي. بعتذر منك، نسيت أطفي.
لك مو مشكلة الله يصلحك انت ترد بلكي في شيء ضروري. استاذ انا باجتماع مع حضرتك ووقت الشغل مخصص لك. يا عين عليك. سيو قصي كيفنا؟ يا اهلا وسهلا. جبت لنا شيء سي في لحضرتك او انا عمالك؟ ايه طبعا طبعا. تفضلي. مرسي. سيد قصي على مؤاخذه انت مع مين شاغل قبل منا؟ الحقيقة يا أستاذ يعني إذا الله وفقنا حيكون أول عمل درامي لإلي. طيب أنت بشو كاتب يعني عن شو بتحب تكتب مثلا؟ أستاذ أنا بحب بكتب عن الواقع اللي عايشين فيه نحن، خلي التلفزيون يحط واقعنا. رجع دقيت. خلي التلفزيون يعكس واقعنا مثل ما هو مو مثل ما الناس حابة تشوف. دخيل عينك دخيل عينك ما علاك. أخي اترك لنا رقم تليفون البيت والجوال والفيسبوك تبعك والتويتر والإنستغرام وكل هدول العبشكي. أستاذ كلهم موجودين بالسيفي. شو ها؟ ما تواخذني أنا بحب أمزح. لا لا ولا همك أستاذ، أنا تشرفت بمعرفتي فيك وشكرا لكم بالإذن. الله معك. باي باي. شرفت. أهلا وسهلا. حبيت حبيته كثير لهذا الشاب دخيل عينه. بس في شغله ما فهمتها، شو هي السي في؟ سي في سي في مسي عبد الله. لك وينك لهلا وينك؟ ليه ما كنت عم ترد علي؟ اه لك بس طمني وقعت العقد. لك روحي وعقد شو؟ هيك لسه بلا عقد شو؟ ليش ما كنت عم ترد علي؟ اه لك شلون بدي رد عليكي؟ قاعد باجتماع عمل، امسك التليفون ورد، ما بصير عيب. طب كنت افتح الخط وسمعني شو عم بصير حكي؟ ولا مخبص لك شي خبصه وما بدك يعني اسمع؟ طمني حكيتي اللي قلت لك عليه؟ حكيتي اللي لازم احكيه. يعني ايمتى العقد والقبض؟ ليك قصي من هلا ها انا بدي اكون معك. يا روحي طولي بالك بس لحتى يوافقوا الجماعه. شو قصدك؟ ما عجبهم كتاباتك وافكارك؟ ما بعرف، قال بيردوا لي خبر. ايمتى يعني؟ ما بعرف، خلص تصبح على خير. فايتتنا؟ لكن حبيبي هذا الشغل انت مو تعبان فيه، انا بس حطوني نحرق دمي وانت تنام لنشوف النوم شو رح ينفعك. تسلموا بعد يومين. قوم يلا لوقت لحق. قوم قصي. يا الله شلون هيك بيقدر يجيك نوم؟ تصطفل انا رح قوم اكتبهم بس كرمال تعرف انه ورقة كلها رجل عظيم. كله رجل عظيم. امرأة ملهمة مثلي. بيبي روح غسل وشك وشغل تحت الركوة وتعال بدي أعطيك الأفكار اللي كتبت لك إياها. أفكار شو روحي؟ لك الأفكار للملخصات اللي لازم تاخدها. إيه ماشي. أنت شكلك ما نمتي ما؟ هاد يطلع معك. اكتبي 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 روحي. يي شو بها؟ اهلان عمي ابو ليلى. اهلين عمي قصي. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. شلونك؟ ان شاء الله بخير. والله بألف نعمة. يا سيدي امبارحة كل الليل وانت ببالي، قولوا ان شاء الله يا رب شوفوا لقصي. خير عمي خير، قل لي شو في؟ عمي في تحت ايدي بيت. ايه بس شو بيت؟ بيت حلو مرتب ناعم مدلل وسعره مو كثير. حلو. فإمتى بتحب حتى نروح نشوفه؟ شوفه؟ ليش بدي شوفه انا؟ شو دخلني عمي؟ منشان اشتري لك اياه. يعني أنا مثل أبوك الله يرحمه بخاف عليك وبحب مصلحتك،
يعني هدول القرشين اللي قبضتهم من هذا المسلسل ما بدي اياك تبعزقهم هون وهون، بدي اياك تضب ايدك يعني، وهيك تضب ايدك وانا اشتري لك شي بيت، او اذا ما حبيت بيت محل او شقفه ارض، عمي قصي كل شي بتلاقيه بعدين. البيت اللي حضرتك قاعد فيه مين اشترى لكم اياه؟ مين؟ انا تميت ورا ابوك، تميت ورا حتى اشترى لكم اياه، وهي حضرتك قاعد فيه ومروي. ايه خلص عمي، انا بس لحتى تزبط اموري وبضلي قرشين مالي غيرك انا، بس خليني هلا اروح على شغلي لانه اذا تاخرت بيخصموا علي وانا مو قدران هلا. السلام عليكم. بدك شيء؟ سلامتك. انا الله وكلك حبيت انصح لك. الله يخليك على راسي. الله معك. الله معك. الله معك. استاذ قصي الله يسعدك. الله معك مع السلامه استاذ قصي. لك كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. ليلى بسيط جاي اقول لك كلمتين بس، اوعك تفهمني اني عم بتدخل بخصوصياتها. قول ابو سين بس على السريع. اخي المصاري والنسوان ما بيجتمعوا بنوب نهائيا، بقى اذا معك هيك شيء قرشين ضبهم لكبرتك، ضبهم للزمن، يعني افتح لك شيء مشروع، شيء كافيتيريا، شيء بار، شيء دكان، شيء محل، وزمانك فاضيله عيوني الى الجيران لبعضها، انا فاضيله انا بفتحه. نحكي بعدين ابو سين. الله معك. الله معك شريك. مع السلامه. الو، علين روحي؟ لا عم بكتب افكار جديده. طيب هاتي لشوف. يلا حجيب ورقه وقلم. ايه روحي. ايه بيبي انت معي؟ طيب لحقت تسجلهم ولا عيدهم؟ ايه اوكي سجلتهم روحي سجلتهم. يسلموا هالايدين، انا لولاكي شو كنت ضعت. تمام يلا عمري انا رح كمل شغلي. الله معك حبيبتي. شكرا روحي. يلا باي 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 باي. لك اخ صارت تفهم بكل شيء. دخيل عينك ما احلاكي. يا حي الله يا حي الله بالانسي. قالين يا سيما وصلت لك على النسكافيه. مرسي كتير. دخيل عينك ما احلاكي. شو كان اسمه هذا الكاتب؟ قصي. قصي خبرتي؟ اتصلتي فيه؟ هي طبعا مسيو موعدك اليوم معه بعد الظهر، ورح اجيب كمان معه ملخصات. يا عيني عليكي يا عيني عليكي. انا هذا الكاتب شايف رح يطلع منه شي شغله كبيره. ان شاء الله. شو بدي لك هلا بس يجي بدي يكون في 3-4 صبايا من اللي نقيناه ليمثلوا معنا. تكرم عيونك بس سوري ما فهمت ليش. دخيل عينك على السؤال فيه زكا هيك. اول شيء بدي اشوف نظرته للصبايا شلون. بعدين بدي اياه يشوفهم مشان يعرف ينقي لهم ادوار مناسبه لهم. اوكي الحق معك خلص مثل ما بدك. دخيل عينك دخيل عينك. قولي حلوة يستلطفوا البنات ويتركهم الشغل، أو يطلع نسوانجي ويطبقهم. إيه شو استفدت أنا؟ هيك بخسر شغلي. وهذا اللي صار؟ لك هلا بتقليلي لك بنتي؟ لك انت قليلي من قبل؟ لك مشان أقدر علمك شو تعلمي يتصرف؟ لك بكرة بنكتب لك مسلسل مشرشح كلهم فقرة ومنتوفين. لك أنا بعطي أفكار عن الطبقات الراقية والطبقات المخملية. نحن بدنا المسلسل يمشي مو بس هون، بكل العالم العربي. إيه ماما الله يخليكي. بس هذا الحكي مو ببلاش، أنا إلي نسبتي من حق النص. حاضر ماما. انتبهي ها
أنا عم بقلك أنا أمك وبنصحك، إذا بتتركي بإيده مصاري بيطلع على غيرك وبيتركك. معقول ماما؟ لك معقول ونص، ويمكن بدل ما يجيب لك المصاري يجيب لك ضرة. لك هذا جنس نمرود ليكو على سيرته تشرف. أهلين مرت عمي، عم قول البيت منور. هلأ أقعد خليني أعطيك الأفكار اللي بدك تكتبها وتعطيها للجماعة. اسمع، بدك ما تواخذيني مرت عمي، أنا جماعة ناطريني ولازم روح على السريع، يعني يا دوب غير ثيابي وروح لعندهم، بقى بس ارجع بقعد هيك أنا وياكي يعني إلا ما أسمع منك كم فكرة، عن إذنك بروح. ولك صدقتي إنه جنس نمرود؟ الله يصلحك، ليش ما قلتي لي من الأول؟ من هلأ كبران راسه. الله يستر. لك والله أنا شايف ودمنا هذول الثلاثة ما بنا. بعرفش بس انت كيف شايفه مسيو؟ المهم انت دغيل عيونك انت. نيكو اجى الاستاذ قصي. يا حي الله، يا حي الله بالاستاذ قصي. يا حي الله، كيف اخبارك؟ طمني عنا. مرحبا، كيفك؟ هلا. لا تواخذنا، عجقه كثير كان على الطريق. لا لا ولا يهمك مسيو قصي. المهم اللي جهزوا الملخصات. طبعا استاذ. قبل ما اخذهم بمعيتك اعمل لك ناظور على النجمات الاعداد وراك. لك دخيل عيلك وأحلاك، هدول نجمات العمل. بقى بمعيتك نقينا شي ملخص من الملخصات، شي عمل هيك يكون أبو راتب مشان نشغلهم فيه. على عيني أستاذ. تفضل. بمعيتك بدنا ثلاث حلقات بأسرع وقت ممكن مشان نوقع العقود ونوال مصاري، بقى شلون همتها؟ إن شاء الله أستاذ، إن شاء الله. هذا هو العشام. يلا بمعيتك لكان وأوام على الشغل. بالإذن أستاذ. لك دخيل عينك ما أحلاك، والله نظرتي ما بتخيب، مهلو بالنسوان والساحة خليت لي يا رب لنقي نجمة مستقبل. لك إن شاء الله بتقبروا عظامي. ولك ايه انتي؟ تعالي نجم. بيبي؟ 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 بيبي أنا آسفة زعجتك. بيبي يعني صار لك ساعات قاعد على اللابتوب، طب حاكيني شوي، ليش هيك بتطنشني؟ يعني أنا كمان مرتك ولي حق فيك. لك يا عمري والله بعرف هذا الحكي. ها هاتي إيدك. ها موت عليكي أنا، بس بكرة بدي سلم الحلقات. رح تاخذني معك صح؟ أكيد. لا لا والله معك حق يا أمي، فعلا جنس نمرود. لك يا خوفي يصير مثل ما قالت لي ام وسيم. لا وكمان امي قالت لي هيك. والله لان بحكي يا قصي واشرب من دمك اذا بتلعب علي. لك اصلا مو الحق عليك، الحق علي انا لاني جبت لك الشغل. لو بتقوم بس نص ساعه لكسر لك اللابتوب. واخيرا شرفت. وينه؟ شبكي؟ ومين هاي؟ لا تجذب علي قصي، صار لك كم يوم مأهملني، لك حتى تطلعي ما عم تطلع فيني. أنا ماني جذبة، أنا بعرف كل شي عم بيصير، أنت عم تخونني. شو عم خونك ما عم خونك؟ حاسة خبيث بقى، شو عم بيصير معك أنت؟ طبعاً حبيبي، لكان هلأ صرت كاتب ومشهور وموقع عقد وقابض من وراء ملايين، هلأ صرت ما عاد أنفعك، رحت دغري تدور على غيري. لا في غيري ولا قبلك ولا بعدك، اصلا لا عاد في مصاري ولا عاد في نص. ليش بقى؟ لانه المنتج صار عنده ظرف وسافر وما حدا بيعرف ايمتى راجع. يعني التغى المشروع؟ لا 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 لا
حبيبي. بديل الدبلي واطبع عشبينك هالقبلي هالليلي فيكي مكتملي وهيدا المطلوب صرت رفيقة عمري وروحي الحبيبي اللي بتسكن روحي اللي بتداوي همي وجروحي وهيدا المكتوب بشعلك اصابيع العشرة انت بقلبي جوا وبرا بكرة اسمك يحمل اسمي وتعمر بحياتي هالبسمي حبك لدوب صار وقت بديل التبلي واطبع عشبينك هالقبلي هالليلي فيكي مكتملي وهيدا المكتوب صرت رفيقة عمري وروحي الحبيبي اللي بتسكن روحي اللي بتداوي همي وجروحي وهيدا المكتوب انتي اغلى شي بحياتي رح حبك حتى مماتي رح بتكوني صدر البيت لاني هيك تربيت بهالقلب الطيور